السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين أختي تفضلي. أنا حكيت معكم، تواصلت معك على الإنترنت وعبيت استبيان كامل. عندي موعد اليوم، بدي أشوفه للشيخ أبو دكة. خليك عاد تنتظر هلا شوي، عنده مكالمة طارئة مع أخواننا. لطيف كش برا وبعيد، لا بتأذونا ولا من أذيهم. طيب وينك يا فتحي؟ ها ليكو خلص، انتظريني شوي وراجع لك. يلا شيخنا. مع مين؟ في واحد اسمه معبادة برا بده اياك. لحظة اشوف. لحظة اشوف وين ملفها. ها؟ ليكو. ليكو ملفها. ايه صح، سجلت لك كل معلومات عنه وعن اولاده اللي عندك بالملف. مظبوط. تركني شوي راجع الملف، بعدين فوتها لحالك. يلا. حاضر معلم. وين وهلد؟ نايم جوا عنده خمس دقايق ورح فوتك لعنده، صاير معه شوية مشاكل مع اخواننا. يا لطيف كش برا وبعيد، لا بيأذونا ولا منأذيهم. قولك تعال قولك قولك، هذا الشيخ بيقدر يخلي جوزي خاتم بإصبعي. قولك اوهو، بس خاتم بإصبعك رح يصير يتاج فوق راسه ويرقد وراكي بس بده رضاكي. صارت محمد عم تحكي جد؟ عم تحكي جد انت؟ طبعا طبعا، شو مفكرة انت؟ يلا يا فتحين. يلا يلا شيخي جيب لك يا. تفضل يا خالتي. خالتي؟ ايه اللي عم يخذ عظامك؟ ليش عمون؟ شايف سنيني هيرين؟ ولا الشيب طالع براسي؟ ولا عبالك معي عكازي انا؟ لا لا بعتذر منك، تفضلي مدام تفضلي. بدي اعرف على ايش حكيت لك انت يا مسكرتير؟ ايش تحكي تضرب بيه؟ ايش تحكي؟ صحيح صحيح. لحظة لحظة شوي مدام. نعم. ايش بدك كمان؟ مو بدي تدخلين؟ بدي في راحة الجلسة، وين رايح هذا العطر؟ شو؟ ليش ألف ليرة؟ لعند مين جاي أنا ليش بكون ألف ليرة؟ إيش هالأسعار الغالية؟ ليسمعوك يا سيادنا والله بتنأذي. يا لطيف كش برا وبعيد، لا يأذون ولا من أذيهم في يوم سوق. أصلا أنا جاي معي ألف ورقة، يخرب بيتكم شو تكون برا مطيين حبوا تاكلوا مصاري ومسوق. على فكرة المصاري من لأنه لأسيادنا. طلع الشيخ عم يستناك. إيه لا سيادة لا تحلف، محلوف عنك لأسيادنا. أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو دكة؟ علي أختي أم عبادة، بعتذر منك، كنت عم بحل مشاكل بين مارد اليمن ومارد المغرب. خير، أنا جيتك مشان أنت جيتي لحتى تخلي جوزك خاطب بإصبعك، لأنه آخر مرة حاول يتجوز عليكي وما عم بيطلع لا عليكي ولا أولاده يلي هن العبادة وخدوج مجدودي. الله يقول والله أحد. إيش عرفت عن كل المعلومات أنت؟ لا تواخذوها يا أسيادنا، والله هي ما بتعرف. لا تواخذوها لا تواخذوها. والله أعوذ برب الفلق وسامحونا، لا بتعزونا ولا بتعزيكم، والله ما لي خبر. جارتك أنت حسين حكت لك عني، وانت جاي بدون علم جوزك، لانه اذا بيعرف راح يطلقك. لك يخرب بيته، ايش عرف بهال بكل هالتفاصيل هاي؟ ايش هالدخل الدخل في امي؟ سمعتك سمعتك. اذا بدك تضلي تحكي هيك اسيادنا رح يزعلوا منك. ها وزعلوا كثير اسياء. خلص شيخي خلص خلصت، ما عاد افتح 100 حرف يبلا قطع على لسان زود خذ حلقي. امسكي رادلك، امسكي هذا الحجاب بتحطيه تحت مخدته، تحت مخدته وقت ينام، وهاد السحر بتحطه ليه بالعصير اللي بدك تعمله ليه. لك يخرب بيتك، انت ايش عرفك اليوم عيد ميلاده لابو عبادة؟ وترجعي بكره بتقولي ليش بصير معك؟ خلص 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 خلص، يعطيك العافية، السلام عليكم ورحمة الله. بركاتك يا شيخ ابو دكي، عجب رح ينفع هاد؟ وليه هلوم يسمعونا اسيادنا؟ انا بورجيك يا ابو عبادة، اذا ما بخليك ترقد وراي وتعوي ما بيكون اسمي ام عبادة. وها
هي زويفة. فضاير قل هو الله احد فلاشني يخرب بيتك. ايش بقول لك؟ عم بتطط دايما بتقرد ايش فيك؟ خليكي شمالها بس حسي فيني شلون بتدخل على غرفتي كبسه؟ شلون بالله؟ بدك تحكي ولا خلي هاد نطقك بالصرمان؟ لا خلاص بحكي. انا بدي اروح انام عند انتي ها معلش؟ شو؟ روح ايش عامل لك يعني؟ روح. مين؟ عن جد تحكي؟ ما عندك مشكلة بدي اروح انام عند انتي ها؟ بجوز تسألنا اسئلة عنك. ما في مشكلة؟ نو بروبليم. لا روح ولا بغير رأيي هلا. لا خلص رايح وين تغير رأيك؟ بخاطري. عجب ايش قد بده يطول هذا الحجاب لوقت ما ياخذ مفعوله؟ ببين من اول نهار نسيت اساله للشيخ عبد الكريم. امي انا بنتك لمالي بنتك؟ اه جاوبيني. لا لقيناك على حاويه الزباله واخذناك ربيناك عشان نكسب فيك اجو سوا. ايش بدك الثانيه؟ بدك تروحي تنامي انت كمان؟ روحي مع اخوك. ايش عرفك؟ اجى عباده قبلك سالني وقلت له روح. شوفوا الحقير، قال لي انه سالك وانت ما وافقتي، وقال لي انه ما اجي اعذب حالي واسالك. امي دي روح معنا مجوده كمان، مو عندك خبر؟ ولك روحوا انقبروا، نزعتوا مرائي، بجيكم اثنيناتكم هلا. رايحه امي رايحه. خاطرك شيخ. والله وفضيلك الجو يا ام عباده، لحتى تكملي هلا على رواق مشوارك المصيري مع ابو عباده. اول شيء خليني اجهز اول شيء اجواء حفله عيد الميلاد، واحط السحر جوات العصير قبل ما يجي مثل ما قال لي الشيخ بالضبط. يا الله. وهي قالب نجاته صار جاهز والعصير موجود، ضل بس احط السحر يركبه الشيخ جوات العصير. اشوف ابو عباده بده يبلش يسمع الكلمه ولا لا. انا بفرجيك يا ابو عباده. الله وكيل، اليوم على قد ما اشتغلنا اجرايم وقدران تشك عليهم. هذي عارفين اصلا على البيت حط راسي ونام بس. وينكم يا اولاد؟ انا جيت. وينك يا ولد؟ كل عام وانت بخير يا ابو بدر. هابي ميرث تو يو. طفي يا ابو بدر عشان المسخرة هاي. طفي المسخرة. طفيها مسخرة مسخرة. ولك اليوم عيد ميلادك كنت نسيت؟ ليش انا من يوم اللي جوزتك بقى اتذكر شيء؟ وين راحت الشمعه كمان؟ ايش قصدك؟ قصدي تعبان وما لي قدره اوقف على اجري منه، طول النهار عبفت من الصياح على اجري، بدي اقطع عينيه. رح طول بالك والسحب. اه قصدي والجاتو مين راح ياكله؟ والعصير، خذ اشرب بس العصير عقلية خذ. امر الله. هاتي خلصينا هاتي. مسوك مسوك، مجالي هنا ان شاء الله، مسوك. هاتي خلصينا. بعد ما تحطي السحر بالعصير وبتعطيه يشربه وبتنتظري حتى يخلصه وبتعدي للعشرة مباشرة، رح تشوفي كيف رح يختلف معك 180 درجة. ارتحتي هيك؟ طيب العصير تفضلي. انا طالع عليك. لا لا استنى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصتي عد؟ بدي اروح انام عشان انا. استنى بدي ارجع عد. استنى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وعم بتشخر كمان. يقولك نام نوم اهل الكهف ان شاء الله. رح شغلنا على فاضي. عجب ليش؟ نام ماله حظه يتعب ولا يشقى. وين يا مهول من الصبح؟ بدك شو بك عم بسألك وين رايحة؟ بدي انزل على السوق، في شوية طلبات بدي اخذهم. من الصبح نازل على السوق؟ ساعة 8 الصبح لسه، في سوق فاتح هلا؟ سبيت علينا العقد الدين بس. هذا اللي تم ناقص، تعمل علي المحقق كونان. نام نومة أهل الكهف إن شاء الله. الله عليك الله عليك يا ابو عباده على الشبوبيه اللي لك. الله افتح السياره. وين حطيت مفتاح السياره انا؟ وين مفتاح
مفتاح السيارة؟ يا رب دخيلك. وين راح المفتاح؟ والله بتذكر تركته بجيبي أنا. الله أكبر. وين بده يروح؟ ما أودي أركه أنا هون. يا لطيف، إيش هاد؟ حجاب؟ والله حجاب. يخرب بيتك يا عم عبادر، وانا عم بقول وين عم تروح بمصراتي؟ اتاري عم تضيعن على الخزعبلات والدجالين. بسيطة، بس ارجع بعرف شغلي معك انا. بسيطة. ها؟ بس ارجع بعرف شغلي معك. ليكن مفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. ايه ادخلي بركي ادخلي بركي. مع مين عم تحكي؟ ايه اجل اشوف. احكي لي. ان شاء الله السحر اعطيتك يا جاب مفعول. لا جاب مفعول ولا شيء. الله وكيلك اجى على البيت قلب بوزه، حتى اعطيته السحر يشربه غبه كلياته وما استفدنا على شيء. عديت على 10، عديت على 100، عديت على 1000 على الفاضي. بعدين طلع صار يشخر بينام. لو المشكله مو هون، المشكله حجاب تحت قدته. ايش اعمل؟ الله دخيلك رح اعطيه بيتك. شو ارحمه، إيه معه حق يهرب منك. انت سحر بده يجي بيك. ايه شيخ ده، ويش اردت؟ ايه معك لا معك. ايش عم بتبتبت؟ ايش عم بتقول؟ عم بتشاور انا واسيادنا لحتى نلاقي لك حل لنخلي جوزك خاتم باصبعي. ايوه وش هي؟ ايدي زناركم. هذا يا ستي اسيادنا عم بقولوا مالك غير حل واحد، بتحطي رزاع على تمك كل ما يدخل جوزك على البيت، بتتمي على هالحال 3 ايام، بس تخلصي بترجعي لعندي بتحكي لي شو بصير معك. فهمتي؟ ماشي ماشي، لا اشوف ايش رح يصير معك. ماشي. شوف اخر تمام انت بهالجيه. انت بدك تلعب؟ والله عليك بدك تلعب. صرنا حاتوم صرنا ضمن كله. حتى ما لك 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 حتى
واجبي، هذا أقل من واجبي. الله على الروايح. الله
اقسم بالله صار لازم اروح لعند هذا الشيخ واتشكره. ايش هالروائح الطيبه هي؟ لك ما عاد سمعت حسه النوم. وين اخذ هلا استاذ؟ وين اخذ هلا الساعه 3 الفجر؟ انت عم تطق ورق مع رفقاتك؟ انت رختي لهلا حالي بالبيت؟ ايوه شكله مفعول الحجاب، خلص كانه مو انا رجع. ايش قصدك انت؟ ايش قصدي؟ بالك انت مالي خبر منو؟ ما هيك؟ ما بعرف وين عم تروحي وين عم تجي والحجابات تحت مخدتي. انا اصلا مالي خبر بهالشيء منو؟ نعم تجيب القصص انت منين؟ ولا انت مهبوله؟ عم بتروحي بصلاتك هون وهون على خوزعبلات وقلن الطعمه؟ من كل عائلك مآمن انه في جن؟ ومين قال لك اصلا انا بآمن انه في جن؟ شو هاد؟ صبايا قل هو الله واحد. معود يا واخي